بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا بحضراتكم في يوم جديد ويوم سعيد. يا رب ربنا يتقبل منا ومنكم الصيام وخير الاعمال ان شاء الله. النهارده عندي والله ثلاث وصفات حلوين قوي، والاخر يعني لحظه كده ففكرت في الكنافه، فجايز يكون انا يعني اول مره اعملها، جايز يكون ابتكار، جايز يكون حاجه كويسه، لكن هعملها بعمر الدين. بقت سهله يعني مش محتاجه القصه دي يعني، بس يعني فكرت ان انا ادي ادمج رمضان مع رمضان، يعني ايه مع الروايح الحلوه، ان كان من اول الطرشي ورقصوص وقمر الدين وكنافه اللي هي مظاهر رمضان عندنا. هي دي مظاهر رمضان في دماغك يا شيف محمود؟ لا مش انا، التراث القديم ده. في ناس بتتمنى انها تقضي رمضان في مصر، لا عارفين ليه؟ عشان يعني احنا شعب روحه حلوه، شعب جميل، شعب مضياف، على سجيته في كل حاجه، دمه خفيف جدا. طيب فهنعمل الكنافه ديت ونشوفها مع بعض، وهندخلها الخوخ تبقى حاجه مميزه قوي. هنعمل مع بعض المكرونه البنه ارابياتا، وهنعمل مع بعض البرجر معاهم، وجبه للاطفال كده هتكون مميزه ان شاء الله. تعالى اول نعجن البرجر ونشوف هيبقى مقاديره ايه. ادي لحمه مفهومه، وادي الدوبريه ضروري جدا الدوبريه لانه بيحليها، وادي البصل او بصل بودره وتوم بودره وجنزبيل. انا مجهز برضو الكلام ده هنا اهوت مره واحده مع النشا مع لبن بودره، وادي الملح والفلفل لغايه ما مقاديرنا تنزل. ادي الصنف ده جه على جنب قريب، او ان شاء الله في دماغي ان يبقى في عندنا في مصر هنا حاجه يسيبكم من اللي موجود في السوبر ماركت، ان تجيب كيس كده صغير تقوم حاطه على نص كيلو لحمه تسلم من خلاص. برجر نص كيلو برجر مفروم، 100 جرام دهون، معلقه صغيره توم بودره، بصل بودره، ملح، فلفل اسود، نص معلقه صغيره جنزبيل، معلقتين نشا، قرنفل كراويه. الليله دي كلها القرنفل والكراويه هم تتبيله البرجر بتاعت المصانع. بنحتاج معانا زنسان المفروض، بنحتاج معانا فوسفات، فوسفات غذائي، قصه وتركيبه كده طويله فيما بعد هنفهمها، ده عشان توصل للمرحله بتاعت الشغل بتاع بره. نرجع تاني استاذتنا الغاليه ونشوف الدنيا فيها ايه. هنا انا بفكر مش محمود عطيه ان بيتباع كيس او يجي كيس او يتعمل كيس لاصحاب المصانع. الكيس ده فيه كميه نص كيلو لحمه او نص كيلو فراخ، في الكميه المعتله. طب ما في مش حلوين، حتى بهارات الحواوشي اللي موجوده بره مش حلوه، ده حاجات كده ما يعلم بيها الا ربنا. خلاص مش انا اللي هعدل، بس انا جربت، انا ذواق وعارف. انا ممكن اكل من المكرونه دي على السفره عندنا دول كده، بس ابقى مبسوط قوي سعيد قوي، والكنافه دي وحدتين واقوم خلاص انا شبعت. بس هي المشكله ان انا اقدر احكم لك على المكرونه دي من ريحتها، اقدر احكم عليها وانا داخل المطبخ، احكم عليها وهو الانسان بيعملها. بيجي الكيس يتحط على اللحمه المفرومه افرم، يجي الكيس يتحط على الكفته تبقى سيخ. تركيبه ايه؟ زنسان، فوسفات غذائي، ملح، جلوتامات، ثوم بودره، بصل بودره، جنزبيل بنسب معينه، النسب المعينه عشان لا الساده الافاضل يبوظوا الدنيا ولا حضراتكم تبوظوا الدنيا. ده مهم جدا، بيبقى عليها ملح وجلوتومات الحاجات ديت. احنا بنحط، مش احنا بقى اللي هنحطه، هم اللي هيحطوا اللي بيعمل الحاجات ديت. وادي عندي هنا ادي الدوبريه، لان لحمه كفته او برجر من غير دوبريه ولا ليه لازمه؟ انت بتاكل تفل، ايه اللي بيحلي لحمه الكبابجي؟ ما سالتوش روحكم يا عم الفحم. ده هنا توم بودره على بصل بودره على جنزبيل على ربع معلقه صغيره جلوتومات على لبن بودره على نشا. لحمه الكبابجي يا جماعه الخير، ادي بصل مبشور، ده جدعان عشان الناس اللي ما عندهمش بصل. طب يا ابني ما انت حطيتها قبل كده، مش مشكله بيحليها. في بيحط بصل ابيض، هنا حطينا كراويه وحطينا قرنفل، وادي الملح بتاعنا اهو. تمام كده شفنا، معاك يا استاذ الدرغه. وبعدين يبقى هنا ما يبقى الكلام ده معمول، تحط كفته، سجق، سوسيس، بلوبيف، بيه يا عم الكيس قد كده. اكل تيست البلوبيف والسوي عايزوليت اللي هو بيدي التيست، الطعم، الريحه. بلوبيف مش اللي انت بتقول عليه ونروح نجيب حته بلوبيف ونحطها على حته اللحمه المفرومه بقت بلوبيف.
الطعم التست ده عن طريق حاجه اسمها صويا ايزوليت، وهي دي اللي بتدي الطعم اللي عندي. استاذه هدى اهلا بيكي، استاذتنا الغاليه العظيمه. السلام عليكم. عليكم السلام يا ست الكل، ازاي سعادتك؟ صحتك وصلت طيب. وسعادتك بالف صحه والف خير. طب حد يشكر الدكتوره اللي انتوا بتنافقوني؟ والله لا عيب عليك. لا 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 اللي من حقك والله على المعلومات الحلوه بتقولها لنا دي. لا بس بص يا هدى، انا عمري كلمه نفاق فهنا ده نوع من انواع الخطأ بالزبط. ولكن ابقى انا هنا راجل ولا مجادله؟ لا مش فاهماني، ابقى انا هنا راجل ما عنديش مش مهذب وبغلط في مشاهدين قاعدين بيتفرجوا عليا وبيرفعوا من مقامي، ولكن بقول لا تشكروا فيه، اطلب الطلب بسرعه احسن عشان ما اطولش عليكي في المكالمه، عشان ما تصرفيش كتير، عشان ما اعرفش. لا ولا يهم حضرتك. انا وانا واحد غيري اقعد يا ست اشكري من الله. لا والله ده اقل من حقك والله يا شيخ محمود. وبعدين ممكن اقعد اعمل كده بقى. ده والله بجد والله ربنا يخليك. الله يخليك، انت غالي عليا يا هدى. الله يخليك، تسلمي لي. ده انت عايز غالي علينا وعايز علينا كلنا والله يا شيخ محمود. الله يكرمك، الله يكرمك ستي. بص معلش، هو انا عندي سؤال بس واحد. تحت امرك. انا عايز اعمل القطايف تمام؟ انت جايه بعد ما رمضان خلص تقولي لي عايز اعمل؟ ما هو ده اللي بيخليني. لا ما انا بعمل اي حاجه في اي وقت. ما ده اللي بيخليني اشد في شعري بقى. لا بلاش يا شيخ محمود. قولي لي يا ست. قولي عايز اعمل الكحك، عايز اعمل البسكوت. لا ما انا اسالك بس سؤال وبعد كده في سؤال برضه انا هتحكي البسكوت. لازم اشخط فيكي فتومي. على طول اقول لها سيبها بالشخص. لازم جريلا ولا ممكن اكف طاسه؟ يا ست الطاسه ماشي حالك ولا يهمك. يعني تمشي على نار؟ طبعا. طبعا يا ست الكل. تمام. السؤال الثاني، انت بقى ان شاء الله حاجتي بعيد. امتى ايه؟ حاجتي بعيد. بعد ما الاسبوع ده يخلص، الاسبوع اللي جاي ان شاء الله. طب امان عليك يا رب، زور النبي انت والحاج. على الصلاة والسلام، بس المكرونة تخلص. ما انت بتدعي الدعوة بنفس راضية قوي، عشان حتى لو ربنا سبحانه وتعالى تقبل مش عارف اروح يا اختي عشان الكورونا. بعد كورونا ان شاء الله كلنا هنروح. ادعي الكورونا الاول تخلص، الخطوة الجاية يا رب تروح تحيا. ان شاء الله. عينيا. قول. عايزة ايه قولي لي؟ ممكن؟ ايه هو؟ لا هو مش بالسرب والله، ممكن حضرتك تعملها بالطريقة اللي حضرتك بتعلمها لنا بالمقادير، يعني دقيق، يعني مثلا لو بوتيفور دقيق وبيض والزبدة وكده. حاضر. عايزين الطريقة التقليدية بتاعتنا اللي احنا بنتعلمها. حاضر يا هدى، حاضر. ليه بقى يا شيخ محمود؟ عشان في ناس كده بتتعلم من حضرتك فتتعلم الحاجة الصح من أساسها. والله حاضر. حصل لك الخير يا رب. لا عينيا ليك يا هدى، حاضر والله تحت أمرك، هظبطها الأسبوع الجاي إن احنا نقوم ديب بآخر كام يوم. 6 في 3 ب 18 سم، فهو يعني لو فاضل لي 6 ايام في الشهر الكريم في 3 اصناف يبقى 18 سم، كفايه قوي. هنشنق هنقضيها بسكوتات وبعدين هنا خليط لازم يتقن كويس جدا. طول ما الخليط بيتطحن ومطحون حلو تأكدوا تماما ان هو حتى لو كان في الكفته السيخ بيبقى متماسك جدا. ايه الاخبار؟ بس شايفين الدنيا عامله ازاي هنا؟ هو ده الكلام اللي بقى يعني يخليكوا تاكلوا برجر مميز. هتسألوني سؤال انا عارف كويس جدا دلوقتي، هتقولوا لي شيف محمود احنا عايزين ندخل فيه الفول الصويا او الفول الصويا لما يخش اولا هو بيتسلق بعد كده بيتاخد في البروسيسور، نقدر ندخله؟ بس العمليه هنا هتحتاج مني، عشان يا جماعه بس ما بقاش بضحك عليكم، هتحتاج مني اللي هو الملح الصيني للطعم بتاع الفول الصويا، هتحتاج مني جنزبيل، هتحتاج مني كراوية وقرنفل، كميات مش كبيرة قليلة يعني. هتحتاج مني ضروري بقى هنا عملية الربط النشا مع الفوسفات بيدي طعم مميز، وما تقولوش يا ده لما اديت الفول الصويا الدنيا ما كانتش حلوة. وادي عندي هنا اهو كده شايفين اللحمة عبارة عن مهلبية مع الايه؟ مهلبية مع الدبريه. خدوا بالكم تسرحوش، مش انا اللي بسرح، انتوا اللي بتسرحوا. حلوه. وبعدين يا شفنا، وبعدين اللون الفاتح شويه هنا جاي من اللبن البودره، اللون الفاتح شويه هنا جاي من اللبن البودره، وانا ما بفتيش
ولا بخترع علي نعمل اولاد حد تاني كاتب. انا اخترعت صنف بالذات بتوع النت دولت، ابتكرت صنف، ابتكرت صنف. هدني وراكم لما تكتبوا ابتكرت. يا استاذه دعاء اهلا بيكي استاذتنا الغاليه. اهلا بحضرتك يا شيخ. ازاي سعادتك؟ الحمد لله وسعادتك. انا كويسه طول ما حضرتك كويس والاسره كلها. الله يكرمك ويبارك لي في عمرك، تسلمي لي. حضرتك يا شيخ محمود الشكر دي اقل حاجه احنا نقدر نقولها لحضرتك. الله يكرمك يا ست الكل، تسلمي لي. خليك، انا اقول لحضرتك زي ما جوزي بيقول عليك، حضرتك الاب الروحي ليا والله. ربنا الله يكرمك يا رب، ما يحرمناش منك ابدا. الله يخليك يا رب، تسلمي لي. تسلمي لي يا شيخنا الغالي، تسلم يا رب، ما يحرمش منك ولا من اي حاجه بتقدمها. الله يكرمك، كل سنه وانت بخير. حياتك يا رب. بالمناسبه بقى عامله افطار ايه بقى لزوجك الغالي النهارده؟ ايوه ان شاء الله يا شيخ محمود. عايزه اسال حضرتك على حاجتين. اول حاجه بعد اذنك، في حاجات اللي انت ان شاء الله تعمل لنا القشطه اللي بتتباع في الفران، حاجه كده. القشطه حلو. ريت حضرتك تعملها لنا. عينيا. تاني حاجة بعد إذنك اللحمة في عرقها اللي هي ببصل، بعد إذنك عشان هعملها النهاردة. اللحمة الإيه؟ الإيه؟ ببصل. اللحمة اللي هي بالكباب الحلة. كباب الحلة زي ما الحق والدك كان بيعملها. وتسلم إيدك على كل حاجة الله يكرمك بتعملها لنا وبتقدمها لنا، وما نحرمش منك أبداً. الله يكرمك أبداً. الله يكرمك أبداً. الله يخليك يا رب. الله يخليك يا مدام دعاء، تسلمي لي يا رب، ربنا يكرمك. اللحمة اول حاجة الاول بص على البرجر بس يا جماعة، وبعد كده هقول لكم الدنيا فيها. شايفين قطعة البرجر عاملة ازاي اهي؟ شوية المكرونة البينة، مفيش بعد كده. اللحمة حضرتك بتجيبيها بتحط الزبدة على النار او سمنة او زيت زي ما انت عايز، بتقوم مبدرها بالدقيق زي السمك، معلقتين زيت او معلقتين زبدة او سمنة، وتقوم محمراها فيها بس ما تنزليش كله، لو 15 حتة انزلي باربعة اربعة وكون النار عليها. بتتحمر عادي كانك انت سلقتيها وجاهزه وتشيلي، تحمري وتشيلي زي البيكاتا، تحمري وتشيلي. فضل عند الزيت او الزبده محروق بقى سيبيه، حمري فيه بصلايه اصفر مع فصين ثوم مع فلفل ومرده اللحمه دي، تاني يوم اديها كوبايه ميه وغطي وسيبي الكلام ده ساعه. بعد كده اديله ملح وفلفل اسمر ودوقي، هيطلع لك جوسي بني كده تحفه. وادي كده عندي البرجر، انا كنت جايب لكم ايه هنا اوريه لكم. خلاص وادي اللحمه. الزنسان يا جماعه بيتباع، هتلاقوا ده بيتعمل منه ايس كريم. ما هو الزنسان زي ما قلت لكم ايه، في حاجه اسمها زنسان وفي حاجه اسمها اتعلموا، بس انا عايزكم تتعلموا كام حاجه. في حاجه اسمها نشا على البارد اللي بيتعمل بيه الكريم باتسل، اللي بقوم مدهوب كده في شويه ميه قفش. في النشا اللي على السخن لازم اروح للنار عشان يشتغل معايا. اذا الكريم باتسر اللي هو على البارد بيتعمل بنشا معدل على البارد. في حاجه اسمها الزنسان، في حاجه اسمها الجوار جام اللي بيتعمل بيهم ايس كريم. هما جيلاتينه على البارد، هما جيلاتينه على البارد، يمسكوا على البارد. يعني احطه على العصير تلاقي العصير تقل، تحط على اللحمه تسمغ تبقى كده عامله، او تمسك على السيخ. بصوا مش انا مدي هنا دهون كتير اهي، شايفين اهو ماسكه ولا لا؟ انا بعلمكم حاجات تفتح بيها دماغكم، ما تفتح مش بالسكينه، مش هفتح دماغكم بالسكينه، دماغكم لما تشتغل قوي هتعرفوا حاجات كتير قوي. الزنسان بناخد منه معلقه صغيره على كيلو لبن يتعمل بيه ايس كريم. الجوار جام كذلك، الزنسان يخش في اللحوم، اوه جوار جام برضو، او كربوكسيد سيليلوز. في بقى بتبقى في كمان ماده مالناش دعوه بيها بقى للعفو، انا اسف، مانع هنقول انه الحاجه تبوظ، بس هي بتسمى زي ما قلت لكم كده مانع العفن. هو كده، ما هو انا بشيل منتج لحمه هيعفن، هو اسمه كده اسم العلبه مكتوب عليه مانع العفن. في حاجه لتفتيح اللون، فانا بديتكم هنا لبن بودره. في حاجه لحبس الميه جوه اللون. فشفتوا القصه دي كلها اللي انا بقول لكم عليها، ان كنتوا تتلاشوها باللي انا بقول لكم عليه دوت. يا عم ما نعمل شركه البرجر يا عم وخلاص. بصوا ما كانتش شركات البرجر كسب الذهب، ما شاء الله ربنا يزيدها من نعيمه. يعني ايه كسب الذهب يا شيخ محمود؟ مش فاهمين. كسب الذهب انها بتبيع،
طب ما انا هعمل الحاجه اللي انا في دماغي، الحاجه بطعمها حلو جدا. ماليش دعوه بقى تقول لي يا عم ده بيجيبوا الدهون يا عم من هنا يا اخويا انت اول واحد بتاكل. بصوا اللي بيقعد يقول يا عم ده هو ما بيقولش الا يا عم، هو قصته وشغلته في الحياه يقول يا عم. طبعا المكرونه زي الورد، هو بعينيه شايف المكرونيه بس الوحش، شوال الرز زي العسل، مشكلته انه شايف الرزايه بس من المليون رزايه المسوسه. هو اللي يقدر يطلع من المئة مليون مصري المصري الوحيد اللي وحش، هي دي شغلته، هي دي شغل. فما لكمش باي حد يديكوا طاقه سلبيه، طاقه سلبيه انا لا يا عم، هي دي دنيته. ولو قلت له يمين لا يا عم الشمال، والله وهو مش فاهم والله، بس ده الانسان اللي هو مريض ان شخصيته ضعيفه. هناخد دلوقتي الفاصل بتاعنا، نرجع بعد كده نشوي الكلام ده على مهلنا كده، ناخد معاه فلفل وطماطم ونشوف الدنيا عامله ايه. فاصل وعود لحضراتكم. اهلا بحضراتكم. قبل الفاصل عملنا البرجر، نسخن الجريلا، وزي ما قالت استاذتنا الغاليه قبل كده نقدر نعمل الحاجه على جريلا على طاسه، ونبدا ناخد الحاجه طالما على طاسه على صينيه. اهم حاجه بس نبقى دهنين الوضع عندنا زيت ونبدا نشوي كده واحده واحده على مهلنا. ناخد معاها قطعه فلفل، قطعه طماطم ممكن للشوي، حاجات المميزه جدا اهي عشان تدي طعم معانا. واو. وان شاء الله باذن الله برغم ان احنا ادينا نص الكلام ده دهون الا ان مش هنلاقي حاجه بالكش. ليه؟ مش عايز اقول مقادير متقدره، بس على قد ما بتقدر انك انت بتحط في الحاجه الشيء اللي يخدمكم، الشيء اللي يخدم حضراتكم. ادي شويه ملح وادي شويه فلفل ونبدا نحط الحاجات دي تتشوى عندنا برضو. يلا بينا يا شيفنا، يلا بينا واحده واحده كده على مهلنا. واو. خلوها تفك براحتها. هنبدا دلوقتي ننزل بمقادير المكرونة عندنا عشان نبدأ نعمل المكرونة ونعملها بشكل مميز إن شاء الله. مقادير المكرونة إيه؟ أستاذنا الغالي الأستاذ أحمد. بسيطة برضو ما فيهاش أي حاجة. نص كيلو من المكرونة البنة. نص كيلو مثلا طماطم كونكاسيه. معلقة كبيرة من الزعتر. ملح. فلفل اسود، معلقه كبيره من الفلفل الحار، خمسه من فصوص الثوم المفرومين، اتنين معلقه كبيره زيت زيتون لو كان عندي، ورشه جبنه للوجه عندنا. حلو قوي الكلام ده، حلو قوي الكلام ده. وبعدين هنبدا بس نقلب ده كده وتاني نعمل المكرونه بتاعتنا واحده واحده وعلى مهلنا خالص اهي. وخليها تفك براحتها. يلا بينا. ست ام وسراء اهلا بيك يا ست الكل. السلام عليكم يا استاذ محمود. عليكم السلام، الله يكرمك. ازيك يا ابني، عامل ايه، اخبارك ايه؟ الله يستورك يا رب ويبارك في عمرك. ربنا يبارك لك. كنت عايزه اسالك يا استاذ محمود، لو انا هعمل كفته الفراخ احيانا بتفك مني كفته الفراخ. كفته الفراخ اللي هي وهي نيه ولا وهي مستويه؟ لا وانا بسويها. وساعاتك بتسويها؟ انا اقصد انت عاملاها مسلوقه يعني الفراخ ولا لا؟ لا 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 لا، ببقى طحناها زي البرجر كده. بتبقى عاملاها بالصدور ولا بالوراك؟ عاملاها بالصدور. بالصدور. المفروض ما تفكش منك.
لا بتفك مني احيانا. طب بديها شويه بوصمات عشان ما تفكش، شويه بوصمات وصفار بيضه كده مش هتفك منك. حاضر ماشي. طب يا معلش يا شيخ محمود لو سمحت، انا تكرم عينيك، نص كيلو كنافه ياخد قد ايه بالظبط شربات عشان ما بيظبطش معايا؟ بصي، كوبايتين سكر، حط عليهم كوبايه ميه، عصره ليمونه، وحطيهم على النار هيقعد، ولما تطلع اما يغلوا يقعدوا، تطلع الكنافه وهو بارد تديله كنافه. ماشي، الله يبارك لك. اوامر اوامر يا ست الكل، ربنا يخليك يا رب. تسلمي لي، كل سنه وانتم طيبين ويا رب دايما كده في العالي يا رب. وبعدين هنبدا دلوقتي نخش على المكرونه عندنا ونشوف الدنيا فيها مع بعض. ادي حله، وادي عندي الطماطم الكونكاسيه اللي هي طماطم تكون بالشكل دوت كده، متحطت في ميه سخنه وتحطت في ميه ساقعه واتقشرت بالشكل ده. وادي الثوم، وادي الفلفل الحار والزعتر والهريسه بالشكل ده كده، وادي الزعتر معانا. واحده واحده على مهلنا خالص، بنسخن الاول الطاسه بتاعتنا ونبدا نشوف هنعمل ايه. اعلي النار بس هنا شويه كده. واهو وبعدين هنبدا نيجي هنا، بندي شويه الزيت كده، وهنبدا ندي الثوم كده. مين يا سيدي الكل؟ استاذه اسماء، اهلا بيكي استاذتنا الغاليه. السلام عليكم شيخ محمود. عليكم السلام يا ست الكل، اهلا بيكي. كل سنه وحضرتك طيب وسعادتك بالف صحه والف خير يا رب. تسلميلي. اولا انا احب اشكرك على حاجه العيد شغاله بيها كل سنه، اللي بياكلها بيقول مال افخمنا حلو. ده من ايد سعادتك بس يا ست الكل والله. ربنا يخليك يا شيخ. انا طالب دلوقتي من حضرتك طلب. عينيا. عايزه طريقه كوكيز برضو للشغل. تكون حاجه حلوه كده بس يعني واحده واحده عشان انا هكذب، عشان عايزه اعملها النهارده. لا، ما انا هكذب عليك لو انا قلت لحضرتك ان انا هديكي مقاديرها النهارده، خليني اديكي مقاديرها بكره ان شاء الله. حاضر. طيب ماشي. صدقيني على وعدي يعني ان شاء الله باذن الله. خلاص ماشي ماشي يا شيخ، متشكرين. انا تحت امرك. ادي الفلفل، وادي الهريسه، والله مع بعض. لو عندي كرفس اقدر ادي كرفس فيها، وادي الطماطم عشان تتسبك، وادي شويه الزعتر. ومخرجنا هيجيبها دلوقتي واحده واحده كده ونشوف الدنيا فيها ايه على مهلنا خالص. على مهلنا خالص كده، عايز بس ايه انعم ده شويه. خلاص انعمه شويه. يبقى انا حطينا هنا ايه دي البنة الأرابياتا، طماطم مع فلفل، وآخر حاجة بنديها معلقة كبيرة مثلا من الصلصة أو تبع الكمية اللي احنا حاطينها. بس كده، ما عملتش حاجة أكتر من إني نعمتها أكتر بس عشان مش عايزة تفرول على النار كده عندي. اي حاجه بتبقى خشنه بتفرول. وبعدين يا شفنا، وبعدين هنبدا نسيب دلوقتي الطماطم عندي تتسبك. وتعال بس ناخد واحدتين كده نحطهم على النار تاني. فين الكيس بتاعنا؟ وادي الكيس بتاعنا اهو. في ممكن اديها نفس الكلام ده واديه لحمه مفرومه، ياخد معايا لحمه مفرومه، ده اللي هو البولونيز. ممكن اديها زيتون اسود، ده اللي هو بيبقى البوتانيسكا. ممكن اللي هو البقدونس، زيت زيتون وتوم، ده اللي هو الاليو اوليو. في كذا طريقه، وطريقه بتبقى
تقللي كده للمكرونة. روح لي هنا بقى كده. او اللي هي الصوصات الايطالية. وادي كده وادي كده. تقللي بقى سيدي كده. كن حتى نفة الجريلا. طيب الوقت اللي طلبت معاك يا استاذة. طيب قول لها حاضر بعد الفاصل ممكن اقول لها مقادير الكوكيز ان شاء الله بكرة. انا كده كده هنشتغل حتى العيد ان شاء الله وهنعمل. انت بتحب الكوكيز يا عم احمد؟ حاضر ادي كده البرجر. وهنحط الكلام ده كده. والطماطم عندي هنا دلوقتي بتتسبك. هنطلع فاصل سريع كده نرجع بعد الفاصل ان شاء الله نشوف هنكمل ده ونعمل ايه. فاصل واعود لحضراتكم. اهلا بحضراتكم. قبل الفاصل عملنا البرجر بتشوي عندي على النار. بعد كده عملنا المكرونة. الصوص بتاعها تحفة. ابتدى يغلي. الشطشطة اللي فيه دي من الحاجات الجميلة تتاكل لوحدها كده. هنبدأ ننزل فيها بالمكرونة ونبدأ نشوف هنعمل ايه مع الكنافة وعمر الدين ان شاء الله. من الحاجات اللي هتبقى اعتقد انها تبقى ظريفة بالذات لو ضربنا كوباية كريمة نزلناها في عمر الدين ده اللي انا فكيته وربطته بشوية نشا. تعال اول ننزل كده بالمكرونة بتاعتنا اهي. حاجات المميزة الجميلة اللي هتعجب حضراتكم جدا ان شاء الله اهو. وتتقلب كده. شايفين منظر المكرونة مع الزعتر اهي. حاجات المميزة الأرابياتا دي من الحاجات الجميلة أوي. طب يا شفنا دلوقتي هننزل بمقادير واحدة واحدة كده كنافة ونشوف الدنيا فيها ايه وهتعمل معانا ايه. ادي البرجر اهو اللي يخلص بنبدأ نجيبه كده اهو مع الخضروات بتاعته. واهو ونشوف ايه. تمام؟ حلو او كده. نزلنا بمقادير الكنافة يا استاذ احمد يا غالي ونشوف هنعمل ايه. اما سهلة اوي مش محتاجة قصة ولا محتاجة اي حاجة. المقادير بتاعتنا عبارة عن ايه يا ابو حميد؟ عبارة عن ايه بقى؟ نص كيلو كنافة محمرة بالفرن. يعني محمرة زي ما هي زي ما هي. دخلتها الفرن طلعت من الفرن لما اتحمصت وادتني الشكل اللي حضراتكم شايفينه دوت. ربع كيلو اما كريمة اما مهلبية. بس لغاية ما كنت كاتب المنيو كده ضرب في دماغي قمر الدين اللي حضراتكم شفتوه او اللي انا عامله ده. ايه تاني يا استاذنا؟ علبة كومبوت خوخ، فراولة فريش، اي حاجة موجودة تقدروا تستخدموها. نص باكت قمر الدين. جيلي ترميع السخن. حلو قوي كده الكلام ده. حلو جدا. هنبدا نغلف المكرونه هنا كده يا استاذ احمد يا غالي. ادي المكرونه اهي. شايف معاك كونكاسيه. ارجع يا استاذ احمد كده على مهلك خالص ونشوف مع بعض الدنيا فيها ايه. ها يلا على مهلك ونبدا نجيب كمان الطبق عشان نغرف فيه البرجر بتاعنا. تمام. نغرف المكرونه يا ابو حميد اهو. ادي المكرونه مع الصوص المشطشط بتاعها. الحاجات الجميله قوي تعجب حضراتكم ان شاء الله. بس كفايه قوي ده يكفي بتاع اربع افراد اهو. من الحاجات الجميله قوي قوي قوي. حلو. وبعدين نهذب المكان كده. نحط معاها بقى ريحان. حاجات في حاجات مش موجودة عندنا. ده منظر الطبق اهوت بتاع المكرونة. تسلم ايدك انت. وادي البرجر بتاعنا. مش شكل ده كده. جميل.
جيسلين. استاذه جيسلين اهلا بيكي استاذتنا الغاليه. ازيك يا ست محمود؟ ازاي سعادتك انت يا ست الكل؟ بخير الحمد لله، كل سنه حضرتك طيب وسعادتك بألف صحة. ومدام احنا طيبه الله يكرمك الله يكرمك. ازاي صحتك عامل ايه؟ الله يخليك. حضرتك منين يا استاذه جيسلين؟ انا بكلمك من اسكندريه الشيخ محمود. لكن البلد برازيل. يا اهلا بيك يا ست. انا بترجم كل الصفات بتاع حضرتك بالبرتغالي على فكره. ربنا يخليكي، تسلمي لي يا رب، تسلمي لي. تسلم. انا كنت عايزه اعرفه شيف محمود الطريقه بتاع معموله بالسميد، نص سميد نص دقيق. معموله بالسميد. حاضر. عينيا واهلا بيكي وباهلا. تسلم ايديك، تسلم ايديك، ربنا يخليكي يا شيف محمود. على دماغنا من فوق، ربنا ما يحرمني من زوجك ابدا يا ست الكل، وحصل لي الشرف باتصال سعادتك في البرنامج والله، الله يكرمك. يبقى ادي عندنا هنا البرجر، وادي عندنا هنا المكرونه، الامور سهله جدا وامرسه. تعالوا بقى نشوف الباقي بقى امره ايه. تعالى كده بايدينا كده بقى نشتغل ونشوف الدنيا فيها ايه. ادي هنا الجيل اهو عشان نلحق نخلص. وادي عندي هنا الكنافه، بناخد جزء من الكنافه كده صغير اهو. انا هنا مش مدي فيها نهائي، الكنافه دي ما اتحمرتش، مش مدي فيها ولا سمنه ولا اي حاجه اهي. خدوا بالكم، انا هنا مش مدي اهي ولا مديها اي حاجه، انا عايز اكل حاجه خفيفه، مش انا حضرتك. واو، خفيف قوي، وش خفيف كده اهو. وبعدين هنبتدي نجيب الكيس ده كده او بالغرفه على طول، الموضوع مش محتاج يعني قصه ولا حاجه. زود لي بس جيل التلميع ده شوية مية كده، ونهدي عليه النار كده. وادي قمر الدين اهو، نوع يكون جيد وكويس. هات لي فلفل اسود كده. هو والله ما محتاج حتى كيس اهو، هو ابن حلال. حط طبقة كده اهو، شايفين الطبقة دي؟ اهي. شفت الطبقة اللي احنا حطيناها؟ اهي الطبقة دي كده. هنعذب الطبقة في الاخر. دي اسمها ايه؟ ابتكارات. يعني ايه؟ يعني انت مثلا بتبتكري حاجة، بس ميزة هنا سكر وسمنة يكاد معدومين. بتبتكر الصنف، دخلتي ايه؟ خدمتي الصنف بانك دخلتي معاه حاجتين. قمر الدين ممكن اعمل ايه؟ دخلت مع قمر الدين والكنافه حاجه واحده. هنا ده السيرب بتاع الخوخ اهو، مش عايز احط حاجه تعجل لي الكلام ده. ما عنديش سيرب خوخ، انا ممكن ادي ايه؟ سيرب عادي. تعال لي يا سيدي كمان طبقه، والاخيره انا خدت طبقه من قمر الدين وخدت طبقة من الكنافة، دمجنا ده مع ده، عملنا فتة حلوة قوي ومميزة قوي، لأن الكلام ده ما بيقعد. شفتوا التيراميسو؟ اللي بيعمل تيراميسو بقى أو ترايفل، لما بتسيب الكلام ده يقعد وتيجي تاكل بتلاقيه خرطة واحدة بعد كده عاملة زي الجاتوه. وبعدين احنا كده عملنا خلطة ظريفة قوي، ولكن لسه ما انتهتش عندي. وبعدين انا عايز ايه؟ ان انا اتلاشى الزبده اللي بيجيبوها والبسكوت الغالي ده. السنه دي هم طالعين في حاجات جميله بصراحه. بصوا الحاجه الجميله نقول عليها جميله، الصنف اللي تعرفوا انتوا تلعبوا فيه وتبتكروا فيه ماشي. هنا كده احنا حطينا كنافه، كنا ممكن نحط طبقه من البسكوت اهو. وبعدين انا ما يهمنيش لان مش ده الفينش. حلوين او ان شاء الله. هنبدا بسرعه كده، جل التلميع شغال عندنا. وبعدين نركن كل الكنافه دي على جنب، وهنبدا نيجي هنا كده. يبقى انا عندي هنا طبقه متبادله، طبقات متبادله من
شوية سيرب كده. بصوت الكنافة يا جماعة بتقبل أي حاجة. وبعدين هاتلي بقى، عندي بقى خوخ، عندي أي حاجة أقدر إن أنا أجي كده بقى تقطيع رفيع على قد ما أقدر. هو بالشكل ده كده. وبعدين هاتلي بس اهذب الطبق كده. جيل التلميع يكون عندي على السخن عشان قبل ما افنش الطبق وادي، بس انا عشان فاضل لي 4 دقايق ده اللي بيخليني بجري. وادي كده ميزه الكنافه. بس انا الكنافه اللي بتتعمل كده يا جماعه لا عايز استنى الكنافه زي ما هي بتخش الفرن. عارفين اللي بيساوي بقسماط، هو انا بسوي في المرحله دي بقسماط. طبعا كل ما كان الوقت حلو هنا عندي للهواء، كل ما كنت قدرت ان انا افرش الكلام ده كويس جدا. خدتها واحده واحده وفرشتها كاني برسم تورتايه معايا كامله. معاك يا استاذنا مين يا احمد؟ حاضر. ادي بقيه الخوخ برضو هنبتدي ناخده كده برسمه باي صوره من الصور. ممكن تجيبوا خوخ فريش، ممكن تجيبوا فراوله. استاذه ساره اهلا بيكي. استاذتنا الغاليه، استاذه ساره الغاليه اهلا بيكي. اهلا بيكي يا استاذتنا. ربنا يسلمك لنا يا ست محمود. تسلمي لي يا ست الكل، تسلمي لي، ربنا ما يحرمني منك انت. الله يكرمك يا ست الكل، ربنا ما يحرمني منك. ويجعل رمضان خير عليكي كده وعلى اسرتك يا ست. ايه؟ ويجعل رمضان خير عليكي وعلى اسرتك. وانت طيب، الله يديك الصحة. عمريني. عاملين كنافة بالكريمة. عينيا، ايه تاني؟ لا الله يخليك. احنا عملناها يا ست الكل بس ولا يهمك، نعملها لك تاني ولا يهمك. ولا يهمك، ايه تاني؟ حاضر. انا بحاول بسرعه ان انا انزل بالخوخ كده لان راس الحاجات دي بياخد معايا، المفروض انه بياخد وقت شويه. واهو المفروض ان انا امسك واحده واحده وابتدي ارصها، ما تاخدش حتى الكميه دي كلها، يعني امسك كده وابتدي كده اهو، ابتدي ارص كده كده زي السل. واهو وهكذا وهكذا وهكذا. واخر حاجه بيكون عندي جيل تلميع على السخن، عندي 2 كريز اي حاجه من كده. وزي ما قلت ممكن استخدم الموز، يعني تبع ظروفي. شايفين انا بلاحظ حتى اللي بيتابع البرنامج معانا هنا بيحاول ان هو بيشتغل، بيقول لك انا بشتغل على قد الظروف اللي انا عايش بيها. ودي اهم نقطه، ليه؟ زي ما قلنا 90% ما بقاش 90 دلوقتي، يبقى كلنا، لان دي ازمه عالميه، ازمه عالميه قائمه يا رب يعديها على خير. موضوع ما خلصش يا جماعه، موضوع كورونا بل بيتفاقم في الدول العربيه القويه جدا، بيتفاقم بصوره غير عاديه. فنبقى عارفين عشان ما حدش يقول خلاص ده بعد العيد بقى الدنيا قشطه، لا. هنبدا نيجي هنا كده، هندي هنا كده، كون الجيلي بيغلي بالشكل ده اهو، حتى لو تورتة. واهو شايفين بنزل بيه ازاي؟ لازم يكون بيغلي اهو، اول ما بينزل هو بيمسك فورا. ممكن نحط بقى كريز، ممكن نرش رشة فستق، ويتقدم ده من الاطباق الغالية جدا اللي موجودة بره دلوقتي برضو. اهي ديك اللمعية اللي حضرتك شايفاها دي اهو، ها
شفتوا الدنيا عاملة ازاي؟ بصوا على الاطباق بقى كده بصة بالراحة كده وشوفوا الدنيا عاملة ازاي وقد ايه الدنيا بسيطة وسهلة. عفوا. حاضر يا حبيبي. قد ايه الدنيا بسيطة وسهلة جدا. عملنا النهاردة ادي حاجة جديدة خالص اللي هو قمر الدين بالكنافة. عملنا مع بعض المكرونة العربيات، عملنا مع بعض البرجر. يا رب سفرتنا النهاردة تكون ملائمة ليكم ومناسبة ليكم دايما يا رب بخير. ألقاكم في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله.